اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده فسفور، يعني اكله سمك من الاخر. بناء على رغبه الساده المشاهدين مطلوب مننا السمك المكريل. المكريل سمكه بتيجي مستورده بسعرها المختلف، وزنها نص كيلو، وزنها 400 جرام. عايزين ناكله بالتقليه، عايزين ناكله بالطماطم يا شيف زي القراميط وزي البياض، نعمله ازاي؟ هنجاوب على السؤال ده عمل النهارده مع بعض. معانا طبعا عشان اللي مش عايز ماكريل ما يقولكش الشيف المغازي جايب لنا حاجه رخيصه مثلا، ولا الماكريل اللي احنا مش واخدين عليه، طبيعي. معانا تشكيله من السي فود النهارده، جمبري، كابوريا، سمك فيليه، قشر بياض، هنعمل طاجن السي فود بالوايت صوص والكريمه، حاجه كده رهيبه وجميله ولها فخامه زي ما بيقولوا، بناكلها في بعض المطاعم بره، البعض بيحط فيها كافيار، بيحط فيها بطارخ، بيحط فيها كاليماريا، بيحط فيها صبيط، الحاجات اللطيفه الحلوه ديت انا هعملها النهارده بمدرسه البغازي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، والسبايس الخفيف بتاع الوايت صوص مع تشكيله السي فود اكيد هيودينا مكان تاني. طبعا الاكل ده لطيف وجميل، ولكن عدله محتاج لطبق رز ابيض، هيكون معانا الرز الابيض ان شاء الله. ولكن بمناسبه امتحانات الثانويه العامه وطلبه الثانويه العامه، بالتوفيق ان شاء الله لكل اسره جواها وجوه الاسره طالب او طالبه بيمتحن، انا دوري اعمل عصير النهارده. العصير ده يعني اوميجا 3، قيمه غذائيه عاليه جدا. انصحك تعملي لاولادك بالليل الصبح قبل ما ينزلوا على الامتحانات، الحاجات دي حلوه قوي، اسمه سموز التمر باللوز. يا مزاجك اللوز يا شيف علشان يعلي اوميجا 3، وطبعا والذاكره والزهايمر، ونذاكر ونركز في دروسنا شويه، نعمل ناكل سمك، ناكل كبسه، ناكل فراخ، اهم حاجه طلبه الثانويه العامه ربنا يوفقهم ان شاء الله ويتفوقوا كلهم. العصير اللي انا هعمله دلوقتي بنصح كل ام عظيمه تعمله لاولادها، عباره عن تمر او عجوه بتاعتنا بتاعت الواحات وبتاعت سينا، معاها لوز متقشر، معلقتين من السكر، شويه ثلج، شويه حليب، بالف هنا وشفا، عشان الزهايمر ملوش مكان بينا. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل لاكله سمك تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سير الحلقة. دايما بيسألوني هتبدأ بإيه يا شيف الأول؟ نعيش اللحظة مع بعض، بنشوف إيه الحاجة اللي تاخد وقتنا وقت كبير، وإيه الحاجة السهلة اللي ممكن نخليها في نهاية الشغل بتاعنا. معايا سمك المكريل النهاردة، هعمله بالتخديعة، بالتقلية، بالطماطم، بالتسبيكة، دي كلها مسبيات، هي من الآخر صوص طماطم له مدرسة كده، هنعمله مع بعض مع سمكة المكريل. ولكن إزاي أتخلص من الزفارة بتاعة المكريل؟ دي مهمة جدا. معايا مكريل حباية تعمل تقريبا نص كيلو، لما نجي نعمله صينية نجيب الحبة الكبيرة، نعمله مالي نجيب الحبة الصغيرة. معانا بصل وتوم، معانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشمر، معلقة طحينة، العب معلقة طحينة مع نفس الخلطة، وما تنسيش طبعا معلقتين من زيت الزيتون. تعالوا شوف هنعملها مع بعض ازاي. طحينة يا شيف، احنا مع بعض خطوة خطوة كده الأول، نشوف هنتبل السمك ده كده ونشتغل مع بعض. ناخد المكريل، نتخلص من الراس بتاعته اللي ممكن فيها مشاكل وفيها زفرة بالشكل ده كده. حلو، اتنين، اللهم صل على النبي، ثلاثة، أربعة. الرز دي مش عايزها، ونشيل ده من هنا خالص، بس ناخد القرنين الفلفل الحلوين دول عايزهم، ونشيل ده من هنا. حلو الكلام لغاية دلوقتي زي الفل. حبات المكريل بتنضفي بطنها من جوه، مش محتاج انك تغسليها بعد ما تنضفيها، أهم حاجة يتغسل الأول قبل التنظيف. نبص على التنظيف بتاع المكريل من جوه كده، اللهم صل على النبي، اهي ده لونها، ما تقلقيش يعني. حلو الكلام، نفتحها فتحه صغيره من هنا كده عشان التتبيله تخش جواها كلها، ونفس القصه هنا. حلو، المكريل ما يتغسلش بعد التنظيف، انا مش عايز اغسله بعد التنظيف. حلو بالشكل ده كده. هنعمل خلطه مع بعض، عباره عن دي كده، المكان زي الفل يا شباب، نخليها هنا عينية. تمام، حطيت على الدقيق ده بهارات، اللهم صل على النبي، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشوية كمون وشوية شمر بمعلقة كده. ادي الفلفل الاسود، وادي الملح بتاعنا، كمون، بابريكا، كاري،
فقلب التوابل كده مع الدقيق مع بعض زي الفل، ونشيل دول من هنا. والشمر بتاعنا الناعم. ليه شمر يا شيف؟ الشمر بيشيل الزفاره اللي موجوده في السمك سواء مقلي سواء صينيه. هناخد السمك ده بعد التتبيله الحلوه دي كده. ركزي بقى في التركايه اللي جايه. التركايه بتاعت المغازي بقى، عايزين نثبت التومه مع الشبت جوه السمكه. انسل الزفاره مكان بينا. السوشيال ميديا، معلش حبايبي اللي بيتابعوا السوشيال ميديا وفريق السوشيال ميديا اللي عندنا، معلقة الطحينه مع التوم والشبت بيثبت لك التوم والشبت جوه سمكه الماكريل علشان الزفاره ملهاش مكان بين. اهي حلو الكلام، ونقلبها كده. معلقة الطحينه مع التتبيله دي كده. حلو الكلام؟ حلو. شكل شفت الجو ده كده؟ توم شبت عصرة ليمون. اللهم صل على النبي. في قلبيهم. وناخد الخلطة دي يا عم الشيف نحط عليها شوية الملح وشوية البابريكا في نية زي الفل، وش البابريكا بتاعتنا، ونقلبهم مع بعض بايدينا كده. وناخد الخلطه دي يا عم الشيف نحشيها جوه السمك. عندنا زيت شديد الحراره. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني، دي التركايه بقى، ده عباره عن توم شبت، توم وشبت، حطيت عليهم معلقه طحينه، باخدها كده في قلب السمكه في قلب السمكه حلو، وبحطها هنا في الدقيق. تاني في قلب السمكه الفتحه اللي انا فاتحها كده عند ديل السمكه، احشيها الخلطه دي كده نفس القصه قلب السمكه. معلقه الطحينه دي بقى لما تخش النار دلوقتي مع الطماطم بعد القليه بعد الجو اللي هنشوفه دلوقتي، هتلعب دور كبير جدا في طعم السمك الماكريل والزفاره بتاعته. طب الكلام ده ينفع مع البولت يا شيف؟ يعني انا بقول ليه الماكريل؟ لان الماكريل دايما متهم بالزفاره سواء بنقليه في زيت او بنحطه في طاجن. وسمكه الماكريل يا اخوانا غنية جدا بأوميجا 3، يعني تعتبر هي أغنى نوع سمك غني بأوميجا 3 مع السردين مع السلمون. وخاصة السلمون طبعا سعره غالي شوية، فطبعا تعتبر هي سمكة الماكريل في متناول الجميع، هي أفضل أنواع الأسماك وهي طبعا في متناول الجميع غنية بأوميجا 3. هناخد الخلطة دي زي ما هي كده مع الدقيق، وعندنا زيت شديد الحرارة. نحط السمك ده نديله تحميرة على ما نجهز له الصلصه بتاعته، واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. اللهم صل على النبي. اخبار الزيت ايه؟ لازم الزيت هنا يكون سخن جدا، خلي بالك. هناخده كده زي ما هو. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. اللهم صل على النبي، زي ما هي كده اهي. بديلها، على فكره انا دايما احب احمر السمك بديلها. ليه؟ الديل هو شخصيه السمكه. الديل لو قطعتيه في السمكه سواء مقليه سواء صينيه هو شخصيه السمكه. تاني والخلطه دي كده اهي زي ما هي اهي في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. صل على الحبيب قلبك يطيب. في قلب الزيت نفس القصه اهي في قلب الزيت. سمك الماكريل ده صينيه. حلو الكلام؟ في قلب الزيت. ونشيل ده مش عايزينه. حلو قوي. لغايه كده زي الفل يا مغازي. هنكمل مع بعض ازاي المشوار. طاسة على النار اللي احنا هنقدمها للضيوف. اللي هنقدمها للسفرة. يفضل يعني. زي ما هي كده بالشكل ده كده. بنحط فيها زيت زيتون. اخبار النار ايه؟ حلو قوي زي الفل. وبنحط مع البصل مع الزيت ده شوية بصل. الله. حلوة. ونحط شوية توم. حلوة يا عم الشيف، توم وبصل ده الطبيعي. معانا البهارات بتاعتنا شوية زعتر عشان ريحة البصل دي والتوم ما تجيش في الايه؟ في الهدوم بتاعتنا. ومعانا شوية البهارات بتاعتنا زي الفل يا عم الشيف. الخلطه دي زي الفل تمام. معانا صوص طماطم على النار متعتق. يعني ايه متعتق؟ يعني انا مديله غلوه عشان ايه؟ نكسب وقت شويه. هنقلب البصلات دي مع الخلطه دي كده زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هي دي بقى، هو السر في الخلطه اللي انا عملتها دلوقتي.
والتركية اللي انا عملتها جوه السمكة بتاعتنا اهو. دي عايزة ايه يا عم الشيف؟ عايزة بالظبط كده كمان شوية زيت صغيرين. السمك هنا بيتحمر. حلو قوي. اوعى تستخدمي سمنة في الأكلة دي، يا زيت يا زبدة. التحميرة دي مهمة جدا، ريحة التوابل مع البصلاية والثوم عشق. زي ما هي كده فلة. معانا صوص طماطم على النار متعتق وزي الفل. بناخده كده ونوزعه هنا كده. اللهم صل على النبي. يا ويلي العب يا سمك. تسبيكه. لسه ما خلصتش. التقليبه دي كده. حلو قوي. السمك اخباره ايه؟ بص عليه كده اهو زي ما هو كده. براح عليه خالص. حلو الكلام. هعمل ايه بقى؟ شيل دي من هنا كده. ادي الماكريل في قلب الصينيه. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ هو ده الماكريل. خلاص اوبا. يلا ناخدها الصينيه كده ونيجي هنا في المكان الحلو ده كده. يا دلعك. حلو، شويه خضره دي هتخش الفرن بقى. ماكريل ده لا تقولي لي بقى بربوني ولا دينيس ولا قاروس ولا وقار ولا كل الكلام اللي نسمع عنه ده. ايه يا شيف تغلط في حق السمك كده؟ الروسه تتساوى ولا ايه؟ لا، سمكه الماكريل دي يا اخوانا اغنى من اي نوع سمك باوميجا 3. بس عند السلمون لا، عند السردين لا. السردين اسمه كسير الشباب. ناخد الصوص ده كده. اللهم صل على النبي. هتخش الفرن يا عم الشيف. صورني معاه يا فاروق. هندخل السمك الماكريل في الفرن. ناخد بعدينا من الفرن واللوكيشن هنا في الفرن جنب السمك الماكريل. اللهم صل على النبي. في قلب الفرن. تبص عليه كده بعد المقادير. ايه رايك؟ بص بصه كده. صل على الحبيب. قلبك يطيب. ايه الحلاوه دي؟ ماكريل هرم في قلب الفرن. حلو قوي. نقفل الفرن. يلا نبص على الماكريل اللي نطلعه من النار وربنا يكفينا شر النار ونطلعه كده زي الفل. عايز الماكريل ده فين يا غالي؟ الماكريل المتهم بالزفاره يا دكتور طارق. ايه الحلاوه دي؟ جيب لي الحمار والشقاوه بتاعه الماكريل. متهم بالزفاره. الف انا وشفا. يلا سيبنا دلعك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ نقفل الفرن بتاعنا وناخد بعدينا كده ونشوف الدنيا اخبار البصلايه ايه. هو ده التيست اللي انا عايزه. هو ده من غير اي ماده دهنيه. دي التركايه بقى. انا شامم دلوقتي بصل مشوي. ام الله يرحمها كانت دايما بعد كل خبزه نخبز العيش في البيت، يعني في الريف والصعيد المصري لغايه دلوقتي كان عندنا البصل بقى بيتخزن وتلاقوا كده بصل قد كده احمر وابيض وكل حاجه. تيجي حتفى لها 20 30 بصلايه في قلب الفرن مكان الخبيز. صهد الفرن وحراره الفرن. الله على الزمن الحلو ده يسوي البصل.